السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد أبوكي. النهاردة هنتكلم عن اليو اس بي دروب أتاكس. الدرس النهاردة هنستخدم الماليشس فايل. الأول هنلقي نظرة على الأتاكس المشهورة. أنواع اليو اس بي دروب أتاكس المشهورة عندنا، أول حاجة اتش أي دي أتاكس، ودي اتكلمنا عنها في الفيديوهات اللي فاتت. اتكلمنا عن استخدام الدي جي سبارك كبديل لليو اس بي رابر داكي. تاني حاجة عندنا الماليشس فايلز، ودي اللي هي الملفات الخبيثة. تالت حاجة عندنا هجمات السوشيال انجينيرنج أو الهندسة الاجتماعية زي هجمات التصايد أو الفيشنج. عندنا رقم 4 اليو اس بي كيل، تقدر تبحث عنها على اليوتيوب، هتلاقي ديموز كتير عن اليو اس بي كيلر. ودي عبارة عن فلاشة لما بتوصلها بالهوست بتاعك أو بالماشين بتاعتك أيا كان نوعها، هي بتبدأ تغذيتها على 5 فولت اللي هي اليو اس بي بيأوبريت عليها. أي جهاز يو اس بي بيأوبريت على 5 فولت اللي هم بتقدر إن أنت تحصل عليهم من اللابتوب مثلا أو من الكمبيوتر، تمام؟ فاليو اس بي كده بتبدأ بشحن المكثفات الموجودة فيها، وبتبدأ تشحن في المكثفات دي لحد ما تكمل تخزين فولت معين، ممكن 220 فولت أو أكتر، بيوصل في بعض الإصدارات من يو اس بي كيلر لأكتر من كده. وبعد ما بيتم شحنها بالكامل، بيتم ضخ الشحنة اللي تم شحنها دي من المكثفات مرة واحدة ودفعة واحدة في شكل تيار ربما يصل 220 فولت. فطبعا تيار 220 فولت لما يرجع كفيدباك مثلا في اليو اس بي بورت اللي عندك، فاكيد هيسبب خراب للجهاز ده. وعندنا اخر حاجه زيرو دي اتاكس، تمام؟ النهارده احنا هنستخدم الماليشس فايلز ان احنا نعمل يو اس بي دروب اتاك. معانا النهارده يو اس بي، دي فلاشه عاديه خالص انا عملت لها فورمات، تمام؟ هنستخدم النهاردة HTML scripts خاصة بالويندوز عشان تعمل run لباور سكريبت شيل، ناخد عن طريقه ريفرس شيل، تمام؟ دي الماشين بتاعتنا. هنشغل عليها listener، هنفترض على البورت 443، آسف. كده الليسنر شغال عندنا على الماشين بتاعت الاتاكر. هنروح في الاول على redshells.com من الاو اس، هنا بنختار ويندوز لان التارجت ماشين بتاعتنا ويندوز. هنكتب فوق هنا الاي بي الخاص بالاتاكر ماشين، البورت 443. بعد ما اخترنا الاو اس ويندوز، هنختار من هنا باور شيل بيز 64. هناخد البيلود كوبي وهنجربه في البداية. زي ما احنا شايفين كده اخدنا ريموت شيل على الماشين بتاعتنا، تمام؟ نعمل كلير ونشغل الليسنر من تاني. كده ده البيلود بتاعنا، تمام، اللي هو شغال عن طريق الباور شيل. هنفتح ملف جديد عشان نبدأ نكتب البيلود بتاعنا اللي هو بصيغة HTML، اللي هي HTML سكريبتس خاصة بالويندوز. new file syntax HTML. آسف.
طبعا احنا في الاخر هنعمل هايد لكل ده، يعني التايتل ده اصلا مش هيلحق ان هو يظهر للفيكتيم. تمام، هنعمل سكريبت تاج وده الاساسي في الصفحة كلها، اي حاجة تانية ممكن تلغيها، يعني سكريبت تاج ده هو الاساسي في الصفحة دي كلها. تمام، بار ده بيقص ونفترض equals اكتب اكس اوبجكت، هنكتب هنا w script dot shell semicolon ws dot sql، هنكتب هنا لنفترض calc dot txt عشان نعمل تيست بس الملف بتاعنا، بعد كده هنحفظ الملف، نفترض هنحفظه على ال USB بتاعنا HTML HTA مش all files win dot HTA save، هنروح نجرب الملف بتاعنا win.hta، واضح ان في عندنا هنا ايرور. بص على الكود تاني w script dot shell، في هنا new، اسف new active x object. تمام، نجرب كده تاني، زي ما احنا شايفين الكود بتاعنا اتنفذ، عمل run للكالك. طيب عايزينه يقفل، عايزينه يقفل الويندو في الاخر، ويندو دوت كلوز، زي ما احنا شايفين كده عمل run للكالكوليتور وما عملش run اي حاجة تانية. تمام، طيب هنشوف اي ايمج نحطها في نفس المكان، اوكي ونفترض هناخد الصورة دي. دلوقتي انا هظهر الاكستنشنز الخاصة بالملفات. تمام، عشان نشوف الاكستنشنز، الملف ده الاكستنشن بتاعه دوت اتش تي اي، ده الملف اللي هو اللي احنا عاملينه اللي هنحط فيه البيلود، وده او دي الصوره بتاعتنا بصوره بي ان جي. تمام، هنجيب البيلود بتاعنا كوبي، ملف مفتوح عندنا هنا اوريدي، هنستبدل الأمر بتاع الكالك اللي هو بيفتح الآلة الحاسبة بالبيلود بتاعنا بتاع الباور شيل، هنعمل رن للملف ده بس نتأكد إن الليسنر شغال. تمام، الليسنر شغال، نعمل رن للملف. تمام، زي ما احنا شايفين جالنا هنا الريفرس كونكشن. تمام، ومعاك هنا شيل، بس المشكلة ان الباور شيل ويندو دي فضلت معلقة وفضلت ظاهرة قدامنا بالمنظر ده، هنحلها دلوقتي، هنروح تاني على الملف باور شيل، هنضيف هنا دبليو صار ويندو ستايل هيدن. تمام، جرب الملف تاني، شغل الليسنر، جرب الملف، زي ما احنا شايفين مفيش اي نوافذ ظاهرة قدامنا، الويندو اختفى ومعاك شيل على الجهاز اللي هو الفيكتيم بتاعك. نعمل كلير، نرجع للملف بتاعنا. دلوقتي شكل ال USB اللي انت المفروض تعمل لها دروب المفروض يكون شكلها لا يثير الشك. تمام، من اول شكل الفلاشة الخارجي او شكل ال USB device الخارجي بتاعك، يعني الفلاشة ما ينفعش ان انت تجيب مثلا يو اس بي جديدة خالص، يو اس بي فلاش ديسك جديدة وتعملها في
تستخدمها في التاج بتاعك ده، تمام؟ ممكن تجيبها تبدأ تجرح فيها ان هي يبان ان هي شكلها مستعملة، ان هي بتاعت شخص يعني استخدمها قبل كده. ممكن تعلق فيها مثلا كي تشين بحيث ان يبان شكلها يعني تخص شخص، تمام؟ ممكن تحط فيها ملفات، يعني ممكن مثلا نخش على الدوكومنت عندي نجيب ملفات زي دي ونحطها، اي ملفات من عندك مش مهم، ممكن مثلا ملف سي في، ممكن ما اعرفش ايه، تمام؟ حط عليها الملفات بحيث ان هي ما تكونش فاضية، ما يكونش بس كل اللي موجود عليها البيلوتس بتاعتك، تمام؟ البيلوتس بتاعتك ممكن تستخدم الشورت كات ان هو يعمل رن للبيلوتس دي. اهم حاجة ان اهم حاجة ان البيلوت بتاعك الاساسي اللي انت محتاج الفيكتيم يدوس عليه يكون ملفت ويكون قدامه، بحيث ان هو ما يحتاجش ان يكون عايز يدور كتير وسط الملفات. يعني مثلا هنا ممكن نعمل شورت كات للصورة، بس في الاول هنعمل فولدر هنا هنسميه مثلا دوت تراش مثلا، تمام؟ ننقل جوه الملفات بتاعتنا. اوكي، هندخل هنا هنعدل على الملف ده بحيث ان هو عايزينه يعمل رن للصورة. هنزود تحت هنا في الاخر WS اسف WS دوت زد، هنجرب نعمل رن الصورة كده نشوف هو هيقدر يعمل لها رن ولا لا. ايمج بي ان جي، شغل كده الملف ما قدرش ان هو يعمل لها رن. طيب ممكن نستخدم حاجة تانية اسف بي ان جي كي ستار، أو ممكن نستخدم كده بس. تمام، في عندنا برضو مشكلة، ممكن نحذف ده خالص. تمام، نعمل نواة ملف جديد بس دوت بات سارباتش سكريبت، نكتب بقى جواه when.hta image.png. set نجرب ده. تمام، تمام جدا. دلوقتي ممكن تعمل شورت كات من الملف ده. دلوقتي في التجربة بس هنحذف الصورة وهنبدأ نعمل شورت كات. ده نعمل كوبي، نعمل بيست شورت كات، تمام؟ الملف ده طبعا ملوش احتياج في المكان ده. هنعمل هايد للفولدر ده، تمام؟ ده بقى عندنا شكل الشورت كات اللي احنا محتاجين ان اليوزر يضغط عليه. اول حاجة هنغير اسمه بحيث ان هو يظهر في اول الملفات في الاول هنا، تمام؟ يعني محتاجين ان هو يبدأ برقم صفر مثلا. انا اسف شورت باي نيم، تمام. محتاجين ان احنا نغير الايقونة بتاعته، هنحط ايقونة الصورة
فلنفترض تمام، عايزين الاسم يكون ملفت اكتر من كده، فممكن مثلا نعمل ماشي، ممكن نعمل فولدر في الكوباية مثلا، يوتيوب، ننقل ده جواه. طبعا احنا ضفنا هنا الاكستنشن ده، اكستنشن وهمي خالص. هو عندنا التايب هنا بتاع الملف شورت كات، ممكن حتى لو خفينا الاكستنشن من هنا هيفضل ظاهر عندنا ايه، الجافي جي اللي احنا ضفناه. تمام، ده دلوقتي شكل اليو اس بي الخارجي من عندنا، او شكل اليو اس بي اول ما بتفتحه، في ملف سي بي اي، في ملفات بي اس بي، في فولدر فوتوس، تبان ان هي ايه طبيعية خالص. هنفتح هنا، هنرجع بس نشغل الليسنر بتاعنا، هنفتح الصورة زي ما احنا شايفين، جالنا هنا الريفرس الشريط. تمام، على نفس الطريقة دي ممكن الباور شيل بيلود اللي انت حطيته يكون مثلا بيبعت شيل على الامباير، ممكن برضو تكون بيبعت لك شيل على كوفيننت مثلا، السي ان سي اللي شرحناها قبل كده، ممكن على الميتاسبلويت، ممكن يكون بيعمل داونلود لستيدج تانية او لملف تاني، بينفذ خطوة تانية من عملية ريت تيمنج بتشتغل عليها او التيم اوبريشن. فدي كانت طريقة من الطرق اللي بتستعمل في اليو اس بي دروب اتاكس، ودي طبعا أسهل طريقة نقدر إن احنا نستخدمها بالنسبة للناس اللي مش قادرة إن هي تشتري مثلا أجهزة زي رابر تاري داكي أو يو اس بي كيلر. وبهنا يكون انتهينا من الشرح النهاردة، وبتمنى يكون استفدتوا من الشرح. لو في أي استفسارات أنا هكون إن شاء الله موجود معاكم في الجروب على تليجرام أو على البيج بتاعتي على الفيسبوك. بشكركم على حسن المشاهدة وإلى اللقاء.